مرحبا، أنا هناء متطوعة بالهلال الأحمر. محمد أديب بكران، هاوي فنون ومدرس مادة الرياضيات. طيب، ممكن تحكي لنا عن حكايتك؟ بال 2012 دخلت كليس، فتحت مشروع بسيط ضمن هدايا خشبية ولوحات رسوم ضمن تجمع للفنانين السوريين. دعمنا للهلال الأحمر عملنا مشروع رسم جدران بمدينة كليس بالميتم بكليس هنا. الفريق كان متكون فيه تقريبا 20 متطوع، قسمنا فيها وعطى مثلا خاصة رسوم توجيهية للأطفال، واستمتعوا فيها المتطوعين انه انجزوا عمل بهالفترة البسيطة. طبعا كمان بيجينا نحن موهوبين ضمن كليات الفنون، بيزمن مثلا بعض الحالات تعامل مع الاخشاب اكثر شيء، نتعامل مع الزوجات، فبندعمهم بهذه الافكار.